أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاقه برنامج إضاءات من الميثاق بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام، والذي يأتي تزامناً مع ذكرى ميثاق العمل الوطني واعتزازاً بما تحمله هذه الذكرى من معان وطنية سامية، وذلك عبر أثير إذاعة البحرين وتلفزيون البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 13 من فبراير 2021. شخصيات وطنية بارزة يستضيفها برنامج إضاءات من الميثاق لتتحدث وتسلط الضوء على المنجزات التي تحققت وما مثلته هذه الحقبة من نقلة حضارية باعتبارها إحدى مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. برنامج إضاءات من الميثاق هو تعاون مشترك ما بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة شؤون الإعلام، سلط في حلقته الأولى على حقوق المرأة والجوانب الإعلامية والثقافية، حيث أكدت سعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عضو اللجنة العليا للميثاق أن مشاركة المرأة البحرينية في صياغة ووضع الميثاق كانت لحظة تاريخية تطور من خلالها دور المرأة ومشاركتها في المسيرة التنموية في المجتمع. اللحظة اللي جلالة الملك قرر أنه يشركنا في وضع الميثاق بالنسبة لنا لحظة تاريخية. ابتدينا ننتبه أن القادم أفضل. نعم. كون التفكير من بداياته فينا كجزء من صناع الوطن كان يعطينا انطباع ان احنا يعني حققنا كل اللي كنا نتمناه. ومن ذيك اللحظة ابتدت انطلاقات المرأة البحرينية بأسس، بنظام، بحقوق. فالحمد لله الحمد لله، يعني احنا ما زلنا نملك ذيك الروح، وإن شاء الله نظل نحتفظ بها. في حين أكد سعادة البروفيسور أستاذ عبدالله الحواج أن التعليم في قلب الإصلاح، وهذا ما حرص عليه جلالة الملك المفدى في مشروعه الإصلاحي. التعليم يعني دائما في قلب الإصلاح، وأنا تشجعت الحقيقة أن أقول هذا الكلام لأن اللي شجعني هو جلالة الملك وأكثر من مرة، وكان يرى ذلك في كل خطوة. ولذلك عندما الأخ إبراهيم تكلم عن حجم المولود، عندما كان التفكير هل هو الميثاق مولود صغير، هل هو المولود جميل، هل هو مولود يعني فاتن، هل يعني كنا نختلف، كنا كل سؤال نسأله لصاحب الجلالة في ذاك التاريخ سمو الأمير كان هو اللي يشجعنا وكان يعطينا قوة. ولذلك أنا أرى أول شيء أن ميثاق العمل الوطني هي وثيقة قانونية صوت عليها كل شعب البحرين، وبنعم كبيرة الكبر. هي أكدت أول شيء طبيعة الحكم، وأكدت بيعتنا الكبرى لجلالة الملك، هذه مهم جدا. وأنا ما أعتقد حتى إذا أذكر التاريخ وأقرأ أن هذه النسب وصلت في أي مكان. فيما أشار السيد إبراهيم بشمي الكاتب والصحفي أن جلالة الملك المفدى أولى اهتماما بالغا بالجسم الصحفي والإعلامي، وهذا ما تجلى واضحا في مبادئ ميثاق العمل الوطني. بعد التصويت على الميثاق تم تكوين لجان تفعيل الاقتصاد وتفعيل الصحافة. أنا كنت معين مع بعض الأخوة في لجنة تفعيل الصحافة، اشتغلنا شغل بما كان فيه قبل يبعثون سفير معالي الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية، كان معانا وهو رئيس اللجنة ومجموعة من الأخوة الصحفيين، والنقاش نقاش داخلي، وكانت جميع الأمور مطروحة على الطاولة بصراحة، وكان نقاش طويل. وضعنا خلينا نقول مسودة ميثاق عملي
من قبل اللجنة لترفع لجلالة الملك. الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف وفقا لمرسوم إنشاء المعهد لنشر ثقافة الديمقراطية من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين.